صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قرار رقم 22 لسنة 2020 بنقل مدير من المحافظة الجنوبية إلى المحافظة الشمالية. وجاء فيه المادة الأولى ينقل السيد خالد عبد اللطيف حاجي مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالمحافظة الجنوبية ليكون مديرا لإدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالمحافظة الشمالية.